احنا نطالبوا باعاده النظر كاع في هذه القائمه من مني انا وكاع خاش كيعاودوا انا كاع ندو اللي ما عندهش يدي مشيني نقول لك انا ولا هذا ولا هذا كاين ناس بزاف انا ما عندي وكاين ناس بزاف عندهم ودهم تما كي نديروا خاصنا مسائل هما اللي ماشي 97 ولا 98 راه ليست تتعاود سي داروا بني عمهم كاين 40 كاين 50 كاين 60 ضحوا ب 300 القلاليل والباقي داوه غير بعضهم ومن بعد كيجينا على شاف دايره براني ما يعرفش جا جديد جا جديد كي جا جديد روحنا عندنا غير وحده يستقبل قلت له الرئيس وراهم لي عضو تاوعك ولجنه تاوعك الذيوبه كانوا ضايرين بك تخدم بيراليس وضروك هاك وحدك تو تعرفني انا يا وكانوا واعدين بسكنه ومن بعد كينا اني نوها عطاها غير بني عمم حنا ولاد زايده هنا في فرنده وكابره هنا في فرنده لا لسه طاوها تاع الدراهم طاوها صحاب الدراهم بني عمهم قال كاش ولد بلاد انا طفوني شهرين طوني شهرين حبسوا فوفا ديميتريز وقالوا لي تدي ذي خطره اللي كانوا معايا في لا لسه ومينا قدوا انا ما ديتش يعطونا حقنا احنا ولاد البلاد ما عطاناش كبرنا الحبس كبرنا ولادنا الحبس كبر عنا ولادنا ضاعوا اللي جاي 3 سنين جاب 6 سنين جابوا ما داروا لا دار لا دوار كبروا لهم الحباس يعطوهم سكالي يعطوهم يخدموا الخفه تاع المصروف خزنوها خونوها داروا الخيل فيه داروا فينا علاه يبغي عليهم ربي علاه 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 طيبوهم بالحباس علاه يعطونا رايا برا عندي سكنه ما عنديش وراني محقوره وراني ميتامه نباني على راسي انا ارمالا نطلب من سيد الوالي يتدخل في هذا الامر ويعاوننا رانا مغبنا بزاف الوالي ما جاش الوالي ما جاش ما تعرف بينا حتى واحد لا الشاف ولا رئيس البلديه ولا والو رانا مغبنا رانا شايطين رانا في سيمانه رانا هنا برا عندي درت دراري عندي درت دراري وراني قاعده برا بيا فيما يخص هذه المهزله نتاع السكنات الاجتماعيه مازال الشعب ما استوعبات لانه راه الحقوق تاعنا نتاع الناس الضعاف مدوها كادوات وهدايا لاصحابهم موظفين ومنتخبين خدامه في البنوك في الكازورات مدوها ككادوات الحقوق تاعنا وحنا هنايا في ظروف مزريه ورانا نخلصوا هنايا والقهر وما نهضروش والافهم تاعنا مفوهه خلاص ما تهضرش حنايا رانا 12 واحد في حي النصر كيسموه فوضاوي حنايا رانا محقورين السكنات كيسموه لا صرف صحي لا ضوء لا ماء وما عاروناش انتباه نطلبوا باللي يعطونا الحقوق تاعنا ويعطونا السكن انا مختصين السكن وانا الاخص وانا من الخصوص راني ساكن في 900 طرات ساكن راني دايره حتى في 2003 وراني كرايه ولادي تلاريس راهم ضايعين في الزنقه راهم ضايعين احنا ما ديناش احنا رانا نضلوا عند الحيوط نضلوا في القنوت الشبيبه لا خدمه المعلم يخلص سبعه يدي مولي فينا يدي النقاشي يدي اللي عنده قعده صاحب الدراهم دار حنا قلالي الكرايه ما ديناش رانا ضايعين قائمة تاع السكنات اللي تعلقت وفيها من فيها 1136 الأغلبية نتاعهم كلهم ما يستاهلوش أول حاجة شتا هي أول حاجة خلوها غير بشوية يعني هاي وين رئيس دائرة قال لك اللي يخلص أكثر من 24 ألف دينار يقلعوه
ياك، ولكن كي تشوف القائمه بالك الاغلبيه يخصوا موظفين ويخصوا اكثر من 4 ملايين. وراه المشكل هنا. عندنا اللي في 10 سنين في الدار حبسه، بويا مرض بالكونسير، لا خويا ما عطاونيش، علاه؟ انا ما عندي لا خدمه، لا تحيه ما كاينش، انا ولادي عندي جوج بزاوي، كاع ما عطاهمش، واحد عنده شهر يعطوه وانا ما يعطونيش، عنده شغل يعطوه وانا ما يعطونيش، علاه؟ ما يخافوش ربي؟ علاه؟ ما كاش ربي؟ علاه؟ ربي وكيلهم، ربي وكيلهم. يا خويا السوسيال قلتوا لي كلالي، قلتوا لي ما عندهمش الخلصه مليحه، قلتوا لي ما عندهمش السكنه، اللي ما مغبنا دوك اللي مطلقه ما دات اللي صرا في 2013 صرا نفس السيناريو راه يعاود يتكرر راه يعاود يتكرر تما هذه بلا لا ماشي بلادنا نخرجوا منها هذه فلاني 96 94 91 هادو وين تزادوا وين داروا الدوسيير هذه بغا نفهم بغا نفهموها العازب والعزبة عليه يدوش سكاني اللي بوليداته ما يدوش واللي مزروق